انا هيك، انا مره حقيقه في منطقه ينقال لها الغريف، وهذه حقيقه اصل الضيافه السعوديه الكرم، اتربوا عليه الناس هنا في البلدان العالم العربي ولا سيما السعوديه. فحقيقه اول ما جيت في المناسبه يقول اقول غداك عندي، الثاني يقول عشاك عندي، الله، وما هي عزومه مراكبيه، لا قول وفعل يعني، سبحان الله. فقلت له شوف يا ابوي الله يسعدك، انا الظاهر اذا جيتكم من جده يبغى لي اسوي مجاعه. اي لانه ما شاء الله ما في الا ذبائح، اهل كرم ما شاء الله، كوكو تونه ما في الا ذبائح. فقلت له شوف الله يسعدك، يعني اعزمني بس ابغى الطبخ يكون طبخ بيت، كيف؟ يعني تباتيك وجبنه بيضه وزيتون، واذا كان غدا يعني الجود بالموجود، دجاجه كذا مضغوط بشيء، لا تكلفوا نفسكم. هو قال لي ايه ابشر ابشر. والديره هذه كلهم ماجد، هم سبعان ما شاء الله ولا هانوا بقيه القبائل، فكلهم ماجد وابو ماجد. فرحت عندهم ما شاء الله كل واحد له دله، مين دله قهوه وصحن التمر اللي هي الطحينه هذه البلدي ما شاء الله، مع التمر حلو والصحون، تشوف ثقافه. فيقول انت ضيف عند اهلي، أوه. اي يعني على كنايه ضيافه العرب القدامى. وبس انا قلت الادميه ذي فاضيه تغسل 4 دلال و20 صحن وما في لعب، سبحان الله. فجاء وقت العزيمه، رحت المزرعه، شفت يا ولد حصه الجغرافيا على اصولها الحمد لله، ايش يعني تل وايش يعني وادي وايش يعني نخل الذكر والنخل الانثى وكيف يلقحون بعض ولا الريح لما تجي، ثقافه. حتى المسواك يقول لك ابو حنش كيف انه الحنش هذا يدور عليه ويطلع الاراك، قصص. جميل. تشوف حصه العلوم، انا انصح مدرسي العلوم ياخذوا الحصه دي في، يشوف قوس قزح يشوف كل شيء. وبعدين جاء وقت العزيمه، عندهم الذبائح ذي ما فيها لعب ما شاء الله، الذبائح كانك رايح كافتيريا وتحجز سندوتش بيض او بروست او شيء وشيل، حتى المحاسب حق المطبخ ما ياخذ كاش ولا يجيب له فاتوره، اجل لما يجي الراتب. ففلان ابو ماجد عليه كشف حساب، ما الذبائح زي الدجاج ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. جاء وقت هذا اتصل يعني الكرم يسري في دمائهم، فقال لي وينك يا ولد؟ قلت والله انا ما ادري، انا دحين منحرج، عازميني ثلاثه، هذه حتى في زواجي وملكتي ما سووها، ثلاثه هنا مديرتكم وانا ملخبط. فجاء قال لي خلاص انت قفل الخط، قل له بنجيك ان شاء الله. فجاء جاب الذبيحه وقال لي شوف يا صياد، اذا حطينا الذبيحه لا تضرب واجد، أوه. عندي لا تضرب واجد، لا تثقل، لانه في باقي وراك عزيمتين. عزيمتين تمام. قلت والله شغله، طيب بسم الله. ويفتح القصطير عاد، والدخاخين ذيك يا ولد، الذبيحه ذيك مزركشه ما شاء الله، كانها جايه من التحليه ما شاء الله، فل اوبشن كذا، والمكرونه طالع من هنا، وما باقي اللي يلبسوها نظاره شمسيه والفلتر ذا حق السمك، والكبده كذا شيء مغري. ولا انا شايف نفسي قاعد اخش جوا، اخش اغوص ويجيب لي من اللحم ذا، ونسيت انه وراك شغله. والله قال لي يا صياد وراك عزيمه، قلت ان شاء الله تيجي بالتساهيل. ورحنا خلصنا، رحنا عند هذاك الرجال ما شاء الله عنده 4 اولاد، الاولاد تقول موكب، دخلنا من المزرعه النخل، واحد صفط لي السياره، الثاني حياك الله بالبخور، الثالث هذا ولد اظن انه في سادس ابتدائي، ماسك دله القهوه تقول كانه بازوكا، وكأني قاتل له قتيل فوق راسه يصب على طول، عارف ويطول فيه، وانا من ولد سادس ابتدائي ماني قادر اطول فيه، اطل كأنه انت ماخذ ورث ابوي والله، تفضل. قلت له يا ولدي خارجنا بلا شيء، لا لان عودوهم على المراجع يعني من الصغر، في هيبه في الضيافه. نعم. وبعدين قعدنا في الذبيحه وزي اختها الاولى، وقال لي هذا ما شاء الله حرمتين طبخوا الذبيحه دي ما شاء